صباح الخير مشاهدينا الاعزاء، نحن حاليا متواجدين بقلب مخيم الزعتري للاجئين السوريين وبالتحديد بشارع الشانزليزيه، وهو يعتبر اكبر اسواق المخيم اللي بيقدم خدمات للاجئين السوريين. خلينا نتعرف اكثر على حياه الناس هون وكمان على هذا السوق، خليكم معنا. صباح الخير، كيفك؟ الحمد لله. شو كيف الشوب معكم اليوم؟ الجو خطير، بيقولوا درجة الحرارة فوق ال 36. والله بقولوا. شو كيف الشغل معك هون وكيف البوظة؟ الحمد لله ماشي. من وين كيف من وين بتجيبوا المعدات وبتم صناعة البوظة هون؟ بنساوي احنا ونجيب بضاعة من برا. وكيف اقبال الناس على البوظة بهاي الفترة؟ ماشي حاله، مش زيادة. ليش ما الدنيا شوب يعني؟ والله ما بعرف، حركة ما فيش زيادة. حركة بشكل عام بالسوق ولا بس عندك؟ لا كلها بشكل عام يعني كله. يعني الحمد لله بنقول. طيب يلا صباح الخير. أهلا وسهلا. نحن هلا مشاهدينا موجودين كمان قدام احد محلات المجوهرات بالمخيم، خلينا نتعرف اكثر عن الخدمات اللي بيقدمها هذا المحل هون بالمخيم. صباح الخير، كيف صحتك؟ الله يبارك فيك يا رب، اهلا وسهلا. ان شاء الله بخير. الله ان شاء الله بضلك بخير يا رب، اهلا وسهلا. والله اليوم شكله الجو شوب جدا بالمخيم. يعني والله حامي شوي بس الحمد لله تمام. بالمحل شو بتقدموا خدمات للناس؟ احنا هون تسيير امور، طبعا احنا صاغه بيع مجوهرات ونشتري الذهب. اللي عندها مثلا خاتم بدها تبيعه، طبعا الخروج من المخيم صعب الا باذن رسمي، فهون كثير اللي بحاجه انها تبيع خاتم مشان تاكل يعني تكمل حياتها العاديه، تشتري خضرات، تشتري حاجيات الأساسيات، فإحنا بنشتريها منها وبالسعر النظامي بسعر السوق العالمي طبعا بالدينار الأردني، بنتعامل بالدينار الأردني. طيب بيقولوا دائما الأسعار بمخيم الزعتري أقل من الخارج. كثير أقل بكثير، من أهل الخير طبعا، أهل الخير قاعدين بضخوا على المخيم، وطبعا الشعب الأردني الكريم كثير من أهل الخير الأردنيين قاعدين بينزلوا بضاعة بأثمان رخيصة جدا، يعني بسعر جملة الجملة. طيب بخصوص موضوع بيع الذهب هون بالمخيم، يعني هو أكثر حركة بتكون هي حركة إنه أنتم تشتروا ذهب ولا تبيعوا ذهب؟ إحنا نشتري. طيب والذهب اللي بتشتروه كيف بتتصرفوا فيه؟ إحنا بنوديه على عمان، على الشركات بعمان، طبعاً إحنا مستثمرين هون بالأردن. عندنا محلات دمشقية برا بإربد شارع السينما. بنودي لهناك وهم بتصرفوا فيه على عمان، بودوا على الشركات بردوا عيد التصنيع ورجعوا لنا اياه. عمليه البيع من قبل السكان كثير كبيره، يعني بتحس انه دائما بحاجه للمصاري. دائما بحاجه، نعم دائما بحاجه لسيوله. طبعا عندنا في مشكله هون، يعني الاغلبيه اللي قاعده بتبيع الحليه بدها تشتري حليب اطفال، لان تصور بدها تشتري حليب اطفال. الخدمات اللي بتقدمها المنظمات الامميه مش كافيه، مو كافيه، يعني هلا في عندنا عجز بس بماده واحده حليب الاطفال، عندنا عجز كامل، يعني عجز هائل. طبعا الاردن مش مقصره، الاردن حكومه وشعبها مش مقصرين معنا. طيب حجي ما تعرفنا عليه؟ انا عبد الستار رفاعي من درعم. سيد عبد الستار شكرا لك وصباح الخير. صباح الخير، احنا اسعد يا سيدي، الله يبارك فيك يا رب. كيفك؟ والله الحمد لله. شو اسمك؟ خلص بدون ما اصور. شو الاسم؟ اسمي محمد. محمد، نحن عم نحكي اليوم عن السوق هون بالزعتري وحركة السوق وحياة الناس بالمخيم، كيف أنت شايفها؟ والله الحياة تعبانة.
صراحة صحيح الزعتر تعمر عن طريق الشباب كله الموجود هون بالزعتري، لكن الحياة تعبانة. صحيح في أشغال بس شوف موقف يعني السوق الحمد لله. طيب هلا الناس هنا كيف بتقدر تشتري؟ يعني الفكرة الناس بتتساءل إنه يعني ما شاء الله السوق مليان محلات ومليان أغراض، كيف بتشتري الناس؟ بيع الكربونات اللي بيسلموها المفوضية، يكون صادق الواحد. إيه. طيب وكيف الأسعار بالمخيم؟ الأسعار كويس مش غالي كثير، عادي. أقل من أسعار السوق بالأردن؟ أسعار الأردن؟ إيه. شو السبب؟ والله ما بعرف. طيب أغلبية البضاعة يعني نحن كمان شايفين عندكم بضاعة ما شاء الله منيحة، يعني أغلبية البضاعة من وين بتيجي؟ من رمز الأردن عن طريق الأردن أكيد. ما بعرف يعني بالضبط منين ما بعرف، بس من الرمز. طيب في بضاعة سورية يعني؟ إيه. من وين البضاعة السورية؟ استيراد. في شركات تحولت على الأردن. عم تسوي بالأردن بس وكالات عن طريق سوريا، يعني نفس الشركة كانت بسوريا انتقلت على الأردن أو انتقلت على دولة ثانية بعد بتصدر لهم. صباح الخير. أهلا وسهلا. صباح الخير. صباح النور. كيفك؟ الحمد لله. شو عم بتبيع؟ عدنيس ذرة. ذرة. شو كيف من وين جايبين هذول؟ مشترى من تجار. أغلبية الناس شو بتشتري يعني للسلق للشوي؟ للسلق. كيف قديه سعر الواحد؟ قديه عم بتبيعه تقريبا؟ نص دينار. ربع. ربع ولا نص؟ ربع ونص. ربع ونص. طب شو اللي نص وشو اللي ربع؟ الكبير بنص. المتوسط بربع. وكيف يعني هلا هون الأسعار أرخص من عمان؟ بكثير. ليش قديه هذا حقه بعمان تقريبا؟ نص. صباح الخير. يعطيك العافية. كيفك؟ تلفزيون أورينت معك. فينا ندردش هيك كلمتين؟ تحكي لنا شوي هيك عن الخضرة والسوق. طيب شكرا لك. طبعا مشاهدينا كتير هون في ناس بمخيم الزعتري لظروف خاصة ولأسباب خاصة كتير ما بتحب أو تتقبل الظهور عبر شاشات التلفزيون. نحن مكملين معكم هلأ بالجولة. طبعا الحرارة مرتفعة جدا بقلب المخيم مثل ما شفنا، يعني عم توصل درجة الحرارة بهاي اللحظات لما يقارب 36 درجة، وفي أنباء تحدثت بأنه لربما الحرارة ترتفع لفوق 40 درجة بمنطقة صف لنهار. والله يعين العالم بهذا الجو لأنه هو كمان عم بيكون جو صحراوي محيط المخيم، ويعني أنا إذا استمريت كمان بهي الحالة ممكن تصيبني ضربة شمس بعد شوي، بس مكملين معكم. صباح الخير. كيفك؟ الحمد لله. الله. شو كيفك انت وشو؟ والله عايشين شو بنساوي؟ راح نطق، راح ننفجر، مش بس راح نطق، يعني حم كثير بالمخيم وضغط. يعني ورغم الاشياء كله قاعدين بعد المخيم ما قاعدين نستلم قرفنات، بكره بالشتوية راح نتبهدل كثير. بهدل طبيعي يعني. وحر كثير والله يعيننا كثير على السبب شو نتحمل. طيب هو الصيف كلياته بتيجي الموجات حارة كثير قوية دائما على المخيم؟ اي والله كثير كثير. والله عينك كثير على الحمل. الحمل ضغط شوب جدا يعني لا يصف. طيب كيف الناس هنا بالمخيم بتقدر تتعامل مع هذا هاي الموجات الحاره؟ بدنا نتاقلم، بدنا نعيش، شو بنساوي يعني؟ يعني هذا الظرف. الوسائل اللي بتقدر تتاقلموا فيها؟ شو الوسائل؟ هذا الظرف اللي تاقلمنا عليه. بدنا نضطر نعيش، شو بنساوي؟ بنتحمل الشوب، بنتحمل البرد رغم الحصار، يعني ما يجينا لهون من الفضاء احنا. طيب يعني مثلا في المي هون كيف وضعها بالمخيم؟ والله وضع المي مأساوي جدا. يعني بشتعني عامل بعض بمي على صاريد كله مكاتل مذابحك، وضع المي لا يوصف يعني. والوضع هون كمان قاعد يكون صعب كثير، صعب كثير كثير والله. والله الله يكون بالعون ويصبرنا على الحم والعطش وسخ المخيم. We'll be right back.
صباح الخير. كيفك؟ الحمد لله. طب انا شايفك يعني عم تشتغل برا، ليش ما عم تشتغل جوا؟ ما فيش عندي محل. ما فيش عندي محل، هون بالشارع بشتغل. طيب ما حاولت انه تكون، لأ يعني الدنيا حر وشوب يعني بهاي الظروف قاعد عم تشتغل؟ ايش بدنا نساوي؟ بدنا نعيش، بدنا نشتغل. اذا ما اشتغلنا ما بنعيش. طيب كيف انت حاليا عم بتقوم بتصليح الاحذيه، كيف عم بيكون شغلك خلال النهار؟ يعني بنشتغل تصليح الاحذيه. سوريا شو كنت تشتغل؟ سوريا كنت اشتغل، ولا كنت اشتغل، كنت اقرا في المدرسه. باي صف؟ صف السادس. وكملت؟ لا. هون طب ليه ما حاولت تكمل تعليمك بالزعتر؟ والله ما بعرف، هيك قلنا بدنا نشتغل. من وين من سوريا؟ من درعا. من وين من درعا؟ من عتمان. من عتمان، اهلا وسهلا فيك. طيب وفي حدا بيساعدك ولا لوحدك؟ لا انا واخوي الصغير بس. هاي الآلة مستأجرها ولا كيف، من وين جبتها؟ هاي اشتريناها. يلا بالتوفيق ان شاء الله. ان شاء الله. أنا شايف إنه أنت حامل جيتار بكتفك، قل لي شو بتتعلم هون ولا شو بتعمل؟ لا بنتعلم بنادي، نادي الجمباز، عرفت كيف؟ ومنه كمان متعلم آلات موسيقية. طيب وأنت شو نوعيات الموسيقى اللي بتعزفها؟ جيتار لا غير، بس يعني هذا اللي جابوا لنا إياه. بس هاي الآلة الوحيدة اللي بتتعلمها؟ الوحيدة إيه، وبيدور باكا كمان. إيه. طيب وانت بتعلم كمان ناس؟ ايه كمان بنتعلم ناس عندنا بالنادي. ايه شو الناس اللي بتيجي بتتعلم اكثريتهم؟ هل اطفال اولاد؟ ابي عندنا قسم ساعتين للاطفال وساعتين كمان للشباب. ايه معلم الات موسيقي، معلم كمان جمباز، ونفس الشيء قوي جسمهم شوي، تمارين رياضيه. طب وكيف اقبال الناس على هذا الشيء؟ كويس تمام، فرحين لهذا الشيء. طيب يلا بها حنسمع لنا شيء شغلة تعزف لنا اياها هلا. اي تكرم. يلا يعني تعزفه كمان؟ لا بس هيك يعني تعليم ابتدائي ما. طيب يلا زعف يا بها. كيفك؟ والله الحمد لله من الله خير. ما تعرفنا على اسم الكريم؟ رافض القبلاوي. هلا بالاصل انت شغلتك حلاق كانت بسوريا؟ اي نعم حلاق اي بسوريا. من وين بسوريا؟ من درعا تسيل. اهلا وسهلا فيك، كيف الشغل هون وكيف قد ايه مثلا بتاخذ على الحلاقه، على مثلا على الدقن، كيف الشغل؟ والله الحمد لله الشغل مريح، بناخذ على الراس دينار وعلى الدقن نص دينار. والله الاسعار رخيصه تقريبا. تقريبا اي. بمقارنه بالاردن عم نحكي يعني. اي الاسعار طبعا رخيصه كثير كمان. طيب وكيف الاقبال على الحلاقه وهيك هون؟ لا ما شاء الله عنه الحمد لله. الحمد لله. طب بتجيك احيانا يعني وانت عم تشتغل كحلاق وكذا بتجيك طلبات غريبه من الشباب اللي موجودين بالمخيم انه عملنا هيك قصه معينه، قصه حديثه، قصه كذا، في ناس لها مراء لهذا الموضوع حاليا هون؟ والله الشباب يعني خفيفه جدا يعني، عرفت كيف؟ يعني الشباب 18 وتحت هيك، اما الواعيين تقريبا لا. يعني بتجيك طلبات شوي فرعات يعني كثير. طيب يعطيك الف. الله يعني. كيف صحتك؟ الحمد لله بخير. كيف الامور؟ كيف هيك النهار الشوب بالمخيم؟ يعني حر وانا ما بتشوف لا في مكيفات ولا في
الوضع تعبان على ما بتشوف، كرفانات وحر. نعم. كيف الناس قادرة تتحمل هذا الوضع؟ شو الوسائل أكثر شيء بتستخدموها ليتفادوا هذا الشوب؟ مراوح، هذا المتوفر، مراوح هوائية فقط، لا أكثر ولا أقل. نعم. وطب الكهرباء؟ الكهرباء شغالة على طول ما بتقطع، ما في انقطاعات أبداً لك؟ لا قليل جداً. والماي؟ الماي كمان كويس يعني أيام أيام. نعم. طيب يلا إن شاء الله على خير يعني. خير، شكرا. شكرا لكم. شكرا. شو اسمك؟ روعة. انت؟ بسام. شو بأي صف؟ خامس. ثالث. بأي مدرسة هون بالمخيم؟ بحرينية. كيف المدرسة هون والتعليم؟ الحمد لله. الحمد لله. شو كيفك انت بالمدرسة؟ الحمد لله. امتى رح تبلشوا مدارس؟ يوم بعد اسبوع. انت كيف المدرسة معك؟ منيحة. شو بتعملوا بالمدرسة؟ شو عندكم نشاطات بتعملوها؟ طب دقيقة يلا هلا باجي لعندك. طيب شفته؟ طبعا. هذا شامو، عسى شامو. شايفهم؟ من وين ما اخذته هذا الشامبو؟ من النورجية. اي شوفها، شيلها بيدك، امسكها وشوفها. وعلب فاضية كمان فيه. يعني هي انت استخدمتيها؟ لا ما استخدمتها. هاي هاي الشنطة. هذا مو شامبو، على اساس شامبو. طب انت تستخدميه بلكي هو هلا طبيعته نوعيته. لا غشي من عنه، غشي من عنه. ما احنا بدي يخلفون عصو يخلفون، ما تفرق معانا. مشاهدينا نحن هلا موجودين قدام محل حلويات بشارع الشانزليزيه. صباح الخير. صباح الورد. كيفك؟ تقرب شوي علي. كيف صحتك؟ الحمد لله. تعرف على الاسم الكريم؟ احمد السلامات. احمد احكي لنا شوي عن نوعيات الحلويات اللي بتبيعها هون واللي بتصنعها بالمخيم. نحن عم نشتغل هون حلويات عربيه. حلويات عربيه بتضم البقلاوه، الكول وشكور، الاصابع، الوربات التركيه، النجمه. بالإضافة للهريسة والشعبيات والنابلسية. يعني حلويات شامية. نعم. إيه. طيب كيف هيك موجودة كل المستحضرات لهاي المواد؟ منجيبها من برا عن طريق تاجر أردني، هو بيجيب بسيارته لهون وإحنا بنشتري منه كافة المواد. طيب كيف إقبال الناس على الحلويات هون بالزعتري؟ والله هسا بالوقت الحالي الشغل خفيف جدا، أما قبل شهرين طبعا المحل له سنه ونص فاتح، اول سنه شغل محل مليح، وما صار شغل خفيف بشكل عام على الناس كلهم. اسعار على العالم، يعني بيكون مثلا بيقول البندوره ربع ليره بصير قليل ل 30 و 40 قرش. احنا عم نسمع ان الاسعار بالزعتري ارخص من الخارج. ارخص اي، بس العالم قاعد تبيع الكيبونات بنص القيمه، الكيبون بيبيعوه نص القيمه عشان يشتروا خضره، يشتروا لحمه، يشتروا اغراض، يعني محتاجين اكثر. احنا السوريين هون بنرخص على بعضنا، ما هو عارفين شو منبعنا، ما فيش عندنا ماده هون، شلون؟ يعني احنا ما بدنا نرحم بعضنا، مين بده يرحمنا؟
غير الله بس، ولا حد راحمنا ولا دولة. ها صافة مع الشعب السوري انظلم ظلم الله أكبر، ولا حد. احنا قاعدين لد هذا الزلم مثلا باجي عليه بقول لي هاك هذول كلتين مش لأولادك، شوف شلون. ها ليش؟ انه حاس انه كلنا بنعرف بعضنا، يعني هون بنعرف حالتنا، نعرف حالتنا، بس الغلا اللي صاير السيارة، غلا السيارة اللي بتيجي من برا، يعني بياخذ 100 دينار التاجر عم يجبر يحط على الخضرة زيادة، ال 100 دينار هذول يقسمنا على الخضرة تبين يصير الأسعار هاي، وكلها بيع بتبيع بخسارة، كل مكسور والله، كلها ولا محل مو مكسور نهائيا. شو بنسلي حالنا قاعدين مشان نظن عقلنا صامد، بس هالقصة على وكيلك ما في مرابح. كيف حركة البيع؟ كيف الحياة هون بالمخيم؟ والله الحمد لله عايشين وبنعمل الحمد لله، اللي برضى بيعيش، اللي برضى بالقليل برضى بالكثير الحمد لله. طيب مقارنة بالأسعار اللي عم بتنحكى فيها من ناحية أسعار المحلات إن كانت الأجار أو البيع، بتقدر بعدين تطلع ربح؟ والله الحمد لله بطلع ربح، يعني متوفي معه كهرباء ببلاش، كل شيء ببلاش الحمد لله، كله على يعني مأدى له خدمة إلزامية كاملة. وهيك بتكون خلصت جولتنا بقلب شارع الشانزليزيه بمخيم الزعتر للاجئين السوريين. بنرجع هلا بنكمل فقرات برنامج جولة الصباح، وبنتمنى لكم نهار سعيد.